التفتوا جيدا. نعم، لو جئنا إلى رواية وجدنا أنهم يستندون إليها، هؤلاء الفقهاء يستندون إليها، ولكن عندما نقرأ الرواية نجد أن هذا الذي فهموه منها فهمنا يختلف. نحن دا نفهم منها الاستحباب، هم فهموا منها ماذا؟ الوجوب، واتفقوا على هذا الفهم. يقول هذا يكون قرين أن هذه الرواية كانت محفوفة بقراء ضاعت علينا، وإلا كيف اتفقوا جميعا على أن يفهموا شيئا على خلاف ظاهرها؟ افترضوا أن ذلك الذي فهموه على خلاف ظاهر الرواية، خب كيف من باب الصدفة أن هؤلاء اتفقوا أن يفهموا منها خلافها؟ هذا بعيد بحساب الاحتمال. إذن لابد أن تكون تلك الرواية قد أحيطت بقرائن. هسه إما هذه القرائن حالية، إما لفظية، إما أي قرينة أخرى، أحاطت المطلب والرواية بظهور تلك القرائن اختفت علينا، فمثل هذا الإجماع يكون حجة في تعيين المراد من تلك الرواية. خوب الحمد لله العظيم، إذا تنتظرون سيدنا نحن نقوله ما نخلي فد مطلق. إيبل أنه إذا كان هناك مدرك محدد ومعين، ونحن عندما نأتي إلى ظهورها بعد 1000 سنة نجد أن ذاك الذي فهموه منها يختلف عما نفهمه منها، لكن اتفقت كلمتهم أنهم فهموا من تلك الرواية ذات المعنى الذي يخالف فهمنا، يقول هذا يكون قرينة مقوية على أن ذلك الظهور هو الصحيح لا الظهور الذي نحن نفهمه. لماذا؟ باعتبار أنهم كانوا قريبين من عصر النص، وكانت القرائن موجودة بأيديهم، سيرة المتشرعة كانت معهم، حملة الرواة كانوا معاصرين لهم، الروايات لم تقطع كما هي مقطعة عندنا. لعله وجدت عندهم مجموعة من القرائن عينت ذلك الظهور، وهذه القرائن ضاعت علينا، فهذا يكون مقويا للظهور الذي فهموه منها لا للظهور الذي نحن نفهمه. فلهذا الإنسان عندما يأتي إلى كلمات المتقدمين لابد أن يتعامل معها ماذا؟ بدقة. إذن لا يمكن أن يكون الفقيه فقيها واقعيا إلا أن يرى كلمات المتقدمين، استدلالات المتقدمين، فهم المتقدمين لروايات أهل البيت. لا يقول نحن نكتفي بكتاب الله وكتاب الوسائل، بس الشيخ ماذا فهم هو مجتهد وأنا مجتهد، الشيخ المفيد ماذا فهم فهمه مو حجة عليه. يقول صحيح فهمه مو حجة عليه، ولكن أنا إلكم أسألكم الآن في مثل عصورنا، تعلمون أن سيد الإمام قدس سره الشريف صدرت منه كلمات كثيرة، ها؟ والمحيطين به فهموا منها معاني، وبينوا أن مراد السيد الإمام من الكلمة الكذائية والمقطع الكذائي ماذا؟ هذا المعنى. ثم بعد 100 سنة وجئنا إلى كلمات الإمام وجدنا أن هؤلاء الذين فهموا منها شيء، والآن نفهم نحن من العبارة شيء آخر. يا فهم حجة، فهمنا حجة لو فهم أولئك حجة، ها؟ فهم المحيطين به حجة، معاصرين أحسنتم. لماذا؟ لأن هؤلاء كانوا يعايشون صاحب القول، يعرفون أنه عندما قال هذه الكلمة كان نظره إلى أين، إلى أي قضية وقعت في ذلك المجتمع. فلهذا مجموع القرائن تعين ماذا؟ ظهور الكلام. ومن هنا نحن نقول أن الظهور لا يمكن أن ينسلخ من القرائن الحالية والمقالية واللبية والعقلائية والشرائط الاجتماعية، هذه كلها لها دخل. واضح المطلب إلى هنا؟ لو مو واضح أضرب مثال حتى يتضح أكثر. نحن عندما نأتي نقول قف عند الشبه، الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام فيها، الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فيها. ما معنى الشبهة عندنا؟ شنو تفهمون؟ أنا عندما أقول ها شبهة أنت ذهنا ويتبادر مباشرة إلى الشبهة الأصولية. ليش؟ لأنه أنت تعيش في علم الأصول مع الشبهات.
ولكن هاي الشبهة اللي وردت في كلام المعصوم هم المراد منها شبهة أصولية؟ لا يمكن أن نقول بأنه إذا ظهورها هذا إذا ذاك الظهور أيضا لا. مثال آخر، روايات كثيرة وردت عندنا تذم الرأي، التفسير بالرأي، التفسير بالرأي. التفسير بالرأي نحن عندما نأتي إلى الظروف المحيطة للمعصوم نجد أن هناك كانت مدرسة تسمى مدرسة الرأي في قبال مدرسة الحديث في المدينة. لعل الإمام عندما كان يذم الرأي مو يريد أن يقول من فسر القرآن بحسب الضوابط فليتبوأ مقعده من النار، يريد من يقول من فسر القرآن بهذه الضوابط اللي تقولها مدرسة الرأي. هذا ممكن لو مو ممكن؟ يعني نحمله على نحو القضية الخارجية مو قضية حقيقية. ها؟ ممكن هذا لو ممكن؟ سيدنا آخر وسط الكلام اسمحين، هذا ممكن أو غير ممكن؟ هو ممكن؟ إذا لا يمكن، التفتوا شيخنا، لا يمكن أن نحمل الرأي فيها على ما نفهمه من الرأي، إنما لابد أن نرجع إلى ماذا؟ إلى الظروف المحيطة بتلك الروايات. ما أدري واضح المطلب أو لا. وهذا ما يقوله من؟ ما يقوله الفيض الكاشاني، يقول هذه الروايات التي وردت في حرمة الغناء المعصوم ليس نظره إلى ما يطلق عليه الغناء في كل عصر وزمان، نظره كان إلى الغناء الموجود في زمانه، وحيث أنه كان كله مع المحرمات فده يحرم في قضية خارجية مو قضية حقيقية. وليه؟ لا، نظره إلى هذا الموجود في الخارج، يعني شوفوا من قبيل أن الإمام الأمة يجد في الظاهرة محرمة، عندما ده يحرم ماذا؟ يحرم هذا العمل الخارجي، مو ده يعطي فت الضابط الكلية كل ما يصدق لغة عليه غناء. طبعا إذا كان بنحو القضية الحقيقية نحن نقول حلاله حلال إلى يوم القيامة، حرامه حرام لا يقبل. بس يقول نظره أين؟ نظره المعصوم إلى هذا الغناء المتعارف في أزمنة الخلفاء. هو بالغناء المتعارف كان في أزمنة الخلفاء ما هو؟ الذي كان مع شرب الخمور واختلاط الأجنبي مع الأجنبية وإلى غير ذلك. فالحرمة ليست للغناء وإنما لما يصاحب الغناء. بل أنا لا أقول مولانا أنا ما قلت فتواي أنه الفيض الكاشاني، أقول هذا منشأه. أنتم إن شاء الله تصيرون مجتهدين، اكتبوا في رسالتكم الغناء حرام، مو مخالفين احنا في هذا. أقول أن المسائل الفقهية هكذا لابد تنقح. فإذا إجا فد واحد قال بأنه مولانا الغناء لا دليل على حرمته لن يكون كافر، وهذا مبناه أشك. أريد أبين أن البحث العلمي لا تدخل فيه العواطف، بحث علمي هذا يفهم من الروايات الشكل ويقول منشأها هذا. إذن فهم المتقدمين من فقهائنا بعض الأحيان يكون حجة علينا، ولا تقولوا نحن أنا مجتهد وهو مجتهد وفهمه ليس حجة عليه، لا أقول فهمه حجة عليك. ومن هنا لكي يكون الفقيه فقيها هل يمكن أن يقرأ الأصول ويصير أصولي حتى يكون فقيها، أو لابد أن يدقق جيدا في الروايات ويدقق في كلمات المتقدمين، أن المتقدمين ماذا فهموا من هذه الروايات. فإن قلت أخي لماذا فهموا المتقدمين، أقول أن هؤلاء كانت لهم من القرائن ما نفقدها نحن. ومن هنا عملية الاستنباط تتعقد ساعة بعد أخرى، يوما بعد آخر، جيل بعد آخر. إذن الشرط الثاني أن لا يكون هناك مدرك محدد للمجمعين، ولو كان واحتملنا أن الفهم فهمهم أجمع على هذا المعنى فيكون حجة علينا.